لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. لا يا شهر ديسمبر تزين كشت تلبر، وليه تزين كشت تلبر؟ لأن السماء تمطر والأرض تزهر وتتكون السحب الرعدية وتمشي السيول والنهار يقصر والليل يطول. الله الله، صح لسانه، ما هو بيقول قصيده، هو هذه الأحوال الجوية يقولها بأسلوب مختلف علشان توصلك المعلومة. فهمت؟ ما وصلت مخي عيال، ما وصلت. الله يذكرك بالخير يا حسن كراني، كان طاق النظارة الذهبية وماسك العصا ويشرح لك زي الأستاذ. أما عاد كل ذا ما وصلت لك، درج أنت درج. هو يقصد أن اليوم إن شاء الله أنها تمطر. تكون يا عيال خلنا كشت. يجي متى بس؟ مع شقة النور تيجي أحلى كشتة. إيه يا عيال ما عندنا مشكلة، بس ما جهزنا شيء، يبغى لنا عزبة وأغراض و... يا رجال حالاتها بشقاء، ودخالتي عنده مخيم من بثمامة، واليوم الأحد مداوم أكيد فاضي، أزهم علي يفتح لنا المخيم. أنا أعترض. لا وقت للاعتراض، فخلال ساعة ستمطر الرياض. هب البراد وزانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية. هب البراد وزانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية. أبوك يا الفلة، يلا يا عيال يلا يلا نزلوا الأغراض. وأخيرا يا أبويا، هذا مو اسلوب. دقيقة زيادة كنت حموت. احنا مو دقيقة، احنا متنا من ريحتك يا الخايس. يا عيال بلا نفسيات، خلاص خنفلها. وهب البراد وزانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية. هب البراد وزانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية. والغيم غطت ديرها السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغني. لا يا صوالح، الحين المخيم ذا كله كم كلفن على ولد خالك؟ عبد 20-25 ثلاثة في المحاري. يا عيال مو بغالي، ورا ما نتقاط ونسوي لنا مخيم مثله. انت فقي، احنا بالقوة نجمع قطة الاستراحة ونسددها. قال مخيم. انت حسودي. يا عيال من قال دبابات؟ يجي لا تغسلونه، خلوا قياسه 3 قرفال، من فضلكم لا تزيدونه. شوفوا الغيمة دي شكلها بتمطر يا عيال. بطاطا 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 كفتة بطاطا 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 كفتة بطاطا 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 كفتة بطاطا. اتحداك الجو البطل. خذني يا فحل درجة الدواء، حبك ذيك شفتني يا طائرة يا وَالْبَيْنِ.
يلا عيال نزلوا الأغراض. يلا يلا كل واحد يشيل شيء. سلامات وراس تناظرين مضيع شيء انتي. وش فيها اشكالكم كذا متهاوشين انتو؟ لا 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 يا بنت الحلال كنا كاشتين. يا فاتتكم كشتة طبخ وناف ومطر ودبابات انواع الفلة. الله كشتة مرة بخاطري اجرب اكشت انا والبنات. طيب اكشتوا ايش ناقصكم سيارات ومعكم؟ بصراحة ودنا بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا. يخسى يخسى احد يضايقكم. حنا نكشت معكم. سلامات يا بوي سلامات قط معهم انت. لا 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 حنا ما نكشت معكم. مهم معهم مهم معهم يسبها جنبهم. الحين سؤال واحد الحين مهم هم جيراننا وبيننا وبينهم جدار. ألا خلاص نكشت بيكون بيننا وبينهم موتر. إيه إذا كذا أوكي كفو. متى تبون بكرة؟ لا وش بكرة سلامات أبشاور البنات وعلمك. يلا يلا باي حقين البران. أمشي يا معلش الويكند ما يناسبني عندنا عزيمة. طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعة؟ الجمعة. خلاص يوم الخميس وش عندكم؟ يا ذكية الخميس تجهيز عزيمة الجمعة. يا ليل خلاص مو بلازم نطلع الويكند نطلع وسط الأسبوع. لا وين تحسبين فاضيين مثلك؟ لا يا حبيبتي حنا عندنا دوامات خلوها الويكند اللي بعده. لا لا معلش الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك؟ يا ليل مناسبة أبدا مو بمهمة. مو مهمة عندك يا حبيبتي هذه بنت خالي أقرب لي من خواتي وبعدين مين أنت طالع عمرك عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعادة تهاوشوا ونسوا الموضوع الأساسي. أي موضوع؟ وش أي موضوع؟ موضوع الكشتة. يو خلاص نسيت أقول لكم شيء خلوها الشهر الجاي. الشهر الجاي لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وقف ورا الباب انت. لا لا يا بنت الناس لا تحطين شيء في ذمتك. انا كنت مار جنب الباب وانتم طقيتوه. نصاب كالعاده كنت جالس تسمعني من ورا الجدار. الله يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح. المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يو يا عيال يعني علشان يخططون الكشتة يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال انا مره كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحه فجاه كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال البنات جداولهم منظمه وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من امها وقروشه وعادي ترى على اتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعه. هي فقي انا ماني جاي. قال ايه قال احرسهم سكرتي انا. اوه صاد شكوش حتى انا ما نبجي. أبوك الجحدة وراكم يا عيال. أقول لك ياسر إيش حنستفيد منهم؟ أكل وحلا وقهوة وشاهي ما لذ وطاب يعني بالعربي ميم ميم. هي إيش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهل. درج أنت يعني محفول مكفول. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها يعني تكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا نتمشى ودها تشارك بس. أقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس احتاجه بالكشتة. وراك انت ما تضحك. لا إيه عادية يعني. بس حبيت أشارك يعني يا سخفك. المهم من بكرة بنبدأ تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشتة. أنتي أطلعي من المنقد أول شيء بعدين نروح نشتري الفروة. ورا ما ضحكت الحين ما أدري نضحك. إيه. هذه حلوة والله. يلا أقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. إيه أبو حمود متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر ما تشوف شر. جابها أمشوا أمشوا. يا سخفكم بس. اسمعوا بنات عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات أنا أعرف لكم واحد في الثميري يبيع فروات ستايل نسائية رهيبة بكلمة لكم يسوي لكم ديسكاونت. ولد لا يكون غلطانين بالمحل. محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله خير خير وخري أنا اخترتها قبلك ليش تقلدين؟ خير وش اللي أقلد؟ سبع
سبحان الله، اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياه اهجدوا لأكف بنت واحده منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انت. ما ابي، مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختاره الا ذا اللون. يلا وش عندك وش بتسوين بنات؟ ترى الموضوع مره بسيط، خذي فروتين من نفس اللون، كل واحده منكم تاخذ نوعين وبس، وانتهى الموضوع، ونسقوا مع بعض قطعه ثانيه. يقلع ام الهوجه الخايسه، متهاوشين عشان لون فروه؟ قصدك يقلع ام المصاريف؟ تدري ان فروتي ذي شريها لي ابوي من عند المسجد من يوم انا بالمتوسطه، ولا الحين ما غيرتها عشان كذا ريحتها غنم. هي اصليه، مش عرفك انت. مرحبا. يا هلا. بكم هذه لو سمحت؟ 560 ريال. ليش 560؟ كيف 560؟ لا 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 لا، غالي غالي غالي. شوفوا ان السعر مناسب، هذه من طرفي، جارتنا وتعز علي. شو هالحكي؟ الاستاذه من طرفك؟ تكرم عينك انت والاستاذه، وبلا 60 ريال خليها 500. ايش رايك فيني؟ 60 ريال طرفي ثاني. والله انك كفو يا تركي، مره شكرا. خلاص امسك حاسب وما يحتاج تحط لي اياها بكيس لاني بلبسها الحين. تكرمي. باي. اسمع، 200 ريال تدزها في حسابي الحين. شوف يا تركي، نحن اتفقنا كل شخص بيجي من طرفك بياخد فروة تاخد 100 ريال مو 200 ريال. أقول حبيبي الحركات ذي ما يبعلي أنا زين، لا أقلب لك المحل هذا ملاهي. 200 ريال تدفها في حسابي، ترى جملتها في 60 ريال أنا عارف. طيب خلاص خلاص، تكرم عينك، راح أحول لك 200 ريال. ايوه. ايش جايب انت حب مويه؟ رايح ملعب؟ هاي انا خلصت، وانتو؟ وش مهبوله انت؟ الله يصلح قلبك، قاش البقاله كلها. وانا خلصت بس باقي لي شيش طوق ما لقيته. سلامات، وش ذا الاغراض؟ تخيلوا بنات وش لقيت؟ شواية كهربائية عشان نطبخ عشانه، وجبت فحم تدفى فيه. ايه سلامات يا ابو حمود. كابتن. خير ان شاء الله. في شيء؟ وشلون بتشغل شواية كهرباء في البر؟ يا ذكي، في محل عندهم توصيلة تنشبك على بطارية السيارة، بكره بروح اشتريها. يا بنات مرة قهر، ما لقيت ولا مشروب دايت، بس جبت الاشياء هذه خلينا نمشي فيها حالنا اليوم. اوه صح ذكرتيني، نسيت السكر البني. وانت يا استاذ عامر نسيت شيء؟ نسيت ليش جينا اصلا؟ احنا وشو اللي جايين يا اخ ياسر؟ ما ادري. ابو حمود وشو اللي جايين حنا؟ نكت انت وجهك. حلوه حلوه. تاكم تبون متان به ربيع وخضار، به روط خريم والعج، وتاكم تبون متان به طعوس، هذا بمرق الخرار بس تراه زحمه، وبوه متان ما يدلونه الناس جهة الغطغط. يا ابوي اخلص علينا، ايش قاعد تقول انت؟ خرخر وغطغط اهدى من كذا. نركب السيارة ونلفلف، نشوف اي تراب نقعد فيه، هذا هو البر. يا اخي ما نبي شيء بعيد، نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8. 7:30 الصبح؟ الا عقب الفجر على طول مع شقة النوم. جعل بطن عدو يشق، حنا قصدنا 8 الليل. اما عاد 8 الليل يا عيال. سلامات يا اختي، رايحة عرس انت. وين؟ انا عندك كل ذا التعب والتجهيز، تبينا نكشت في الليل؟ حلات البر في الصبح. اقول فاضي انت، اقوم من صباح الله خير. لا والله حلات الويكند نوم. فاضيين ذولي. والله. لحظة لحظة، انتوا ايش قاعدين تسوون؟ اجتماع تحديد مكان الكشتة. لا 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 لا، خلاص انا حجزت مكان كشتة مره حلو، كشتوا فيه بنات خالتي السنه اللي فاتت. المهم ابرسل لكم اللوكيشن، وعلى كل حال قريب يعني بعد 10 دقائق من هنا بس. يا ابوي كشتين بالدايري ذولي. يلا بنات 3 2 1 تشيز. احنا وين؟ في الكشتة والجو يفوز. سلامات يا ابوي، جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين؟ مالك دخل، هذا مكاننا، اذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات؟ عرس عايدة. سوي تنكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطة. بعدين ما لومك، ما تعودت على الترتيب والاجواء. اقول يا ابو حمود
ما ودك تكملنا بلات رايحيك؟ كوني أنا بس بكوني. اجلس اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات صورة صورة. لا 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 مو حلوة مو حلوة اصبروا. نفس جو الاستراحة ما في أي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء يا صالح وفكونا من الاقتراحات النايمة. ها ودي بشاهي خفيف ومخدر بذتنكة واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا تمشي وتدق رقبا. يا الله وش الأغنية القديمة ذي؟ من وين جبتها؟ هذه من مسرحية المهابيل. أوه ذكرتها اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سيارات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو. يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي عادي خلاص اشربيها ولا عطيها واحدة من البنات تشربها. أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة. وشلون بنشغل الشواية الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية يعني التوصيلة تجي قبل الشواية. شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما لا داعي اليوم بنشوي على الفحم. أوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر. معليش وشو لا جاية معنا دامك ناسك اللي موصينك عليه. يا بنت الحلال خلاص روقي طالعين ننبسط الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه بطلب وبطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب. مرمانة عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها ها خير انت وياه. عندك فاهم يا لبا. اقول اذلف لاصك قبل الترمس الحين. فديت المعصبين انا. تبون لفة اكا اكا في الدكة. عامر اخوانا معهم. العجل تعال يا ولد. شكرا. اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء اللي نكشته. اوكي يا الرحالة يا طير البار ذبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها وانتم روحوا على فرشاتنا اطفحوا البيتزا دي. اي والله هذا الاقتراح الزين لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت؟ ايه. يا بطني والله يعني معذور صراحة شارب لك قهوة واكل لك فطاير وعصير وفصفص وجح خلاص سمنذة ما هو بمعدة. يا عيال من اليوم ورايح ما حكشوت إلا مع بنات. شوف العيشة كيف في قلبك مو زي كشتتنا رز محروق وفيه تراب. عقب هالشبعة تجي أحلى نوم. أبلش يا عيال اللي فيه ذاك وش اسمه وين يسويه؟ المشكلة الحين حنا في وسط الشارع وحوالينا كلها بيوت. دبر نفسك يا بوي. غريبة عامر ما قال لنا بيكشف اليوم؟ اي والله والغريب اكثر ان ملابسه نظيفة وما شم ريحة حطب. طيب إذا مالي خاطر خذ بخاطر طيبتي حق. لا 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 لا
تشبكوا. كل السياح عشان هذه. خف فسانة، الحمد لله والشكر. أنا الحين كنت عقرب ولا داب؟ أدرى خف فسانة. ما تخوف فاتت. مطلة على البحر. ألو، ها وينك بالحلال؟ أخلص تعال، لو جاي مشي أنا جيت أسرع منك. أسمع، زي ما تفهمت أنا وياك، تجي تصف جنبنا بالضبط. إيه، جبت عدد سياكل يكفي؟ طيب أسمع أسمع، جيب سكوتا، يمكن ما يعرفون يسوقون سياكل هذولي. يلا يلا خلاص، طس يا بالحلال. يلا خلاص يا بنت الحلال، تقطع جلد اسمك كثير ما تفركين ذا اليد. والله يا بنات لو انكم مكاني اللي تسوون اكثر. ياع مات. كل ما تخيل هذا الموقف انها لمستني والله تجيني قشعريرة. صبي. من زمان ودي أجرب، إيش رأيكم بنات؟ يلا 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 مشينا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بكم الأجار؟ النص ساعة بمية. لا 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 لا، وش اللي النص ساعة بمية صاحي أنت وجهك؟ هذولي جيراننا أصدقائنا يعزون علينا. أقل من كذا خسارة. أسمع بس مني، إيش فيك أنت؟ كل واحدة عطها الساعة 180 ريال. يلا. لا يا ابوي، ما بحق شيلها وحطتها ودورتها في الشوارع. الحلال مشي عشان خاطري، عشان خاطري. اذا مو عشان شيء ترى عشان خاطرك. يا الله يا تركي، قاعد تحرجنا مرة. شكرا. شكرا لكم انتم. انت من وين جاي؟ من الكشتة. وين رايح؟ راجع للكشتة. وضارب كل ذا المشوار؟ الكشتة قريبة، قطع الشارع. عجيب والله. كشتة بنات. وشو؟ بنين. بمبان بمبان. كشتتنا بمبان. تعرفها يبا. كلنا كاشتين بمبان. هاي عامر. بطاقية. خلصت الكشتة. إيه خلصت. روح بيتكم. حمام 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 حمام. اوه حمام حمام. بمبان، اذا سالك ابوي قل له كاشتين ببمبان.